أثينا تستقبل لمدة 3 أيام معرضاً للطيران، يتبارى خلاله الطيارون على أداء طلعات بهلوانية مناسبة جذبت العديدين من زوار وسكان العاصمة اليونانية. المعرض السنوي هو الأضخم في دول البلقان. نحن لا نتدرب على هذه الحركات للاستعراض فقط، كل ما نقوم به هنا يدخل ضمن تدريباتنا. لقد قدمنا مشاهد قتالية، طائرات الهليكوبتر لا تؤدي طلعات بهلوانية لكنها تساعد في العمليات القتالية. والطقس الماطر لم يثني الجمهور عن متابعة الاستعراضات. أسبوع الطيران وضع أثينا على خريطة العواصم الأوروبية في ميدان عروض الطيران، وأثره لم يقتصر فقط على جذب السياح من حول العالم، بل أيضا لنشر قيم التحليق.